السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. تحت شعار معا من أجل مستقبل مستدام، تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالذكرى 50 لإنشائها من خلال تنظيم معرض متخصص في مقرها العام في فيينا النمساوية أواخر نوفمبر المقبل. وتتزامن احتفالية اليونيدو 50 مع الذكرى 20 لتأسيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين، حيث سيتم عرض وإبراز التعاون التاريخي الوثيق بين الجانبين. وقد أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بمؤتمر صحفي أن قصة نجاح النموذج البحريني لريادة الأعمال في أكثر من 48 دولة حول العالم هو دليل على الشراكة الاستراتيجية القوية بين اليونيدو والبحرين. حيث تلاقت أهداف منظمة المتحدة للتنمية الصناعية مع أهداف واستراتيجية المشروع الاصطلاحي لزجاجة الملك بشقه الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال للشباب وتمكين المرأة، حيث توجد هذه العلاقة المتميزة عبر مكتب اليونيدو في البحرين الذي أسس عام 1996 الخروج بالنموذج البحريني في ريادة الأعمال الذي نفذ في البحرين بنجاح، وتم تصديره وتنفيذه أيضا بنجاح في 48 دورة حول العالم، وهو مدعاة للفخر والاعتزاز لنا في مملكة البحرين. دعمنا أكثر من 8000 رائد عمل وإنشاء 2000 مؤسسة صغيرة متوسطة جديدة باستثمار يفوق 1.6 بليون دولار وخلق أكثر من 16500 وظيفة في البحرين عن طريق هذه المؤسسات الريادية.